واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى هنا على التحقيق، أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أقاموا في كهفهم 300 سنة و9. طب ليه 309 ما جاتش كده مرة واحدة؟ المفسرون يقولون لبثوا 300 سنة بالسنة الشمسية، وتضيف ليها السنة القمرية يبقى 309. 309، وهذا دقة كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن فعلا الفارق ما بين 100 سنة شمسية و100 سنة قمرية 3 سنين. فما يبقى 300 سنة يبقى 3 في 3 ب9، يبقى ده الفارق ما بين السنوات القمرية والسنوات الشمسية. فسبحان الله على إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى.